كان ده. عندنا لعيبه يعني لسه طبعا، خلي بالك معلش يا كابتن اسامه، لا من غير دور يعني احنا بنتكلم عامه، بنتكلم بصفه عامه زي ما قلنا قبل المباراه، ما تتوقعش او الناس ما تتوقعش ان احنا هنلاقي ريتم ومباراه، يعني كل ديت حاجات تجريبيه، وخاصه الشوط الثاني يعني موسيماني نزل 10 ما عدا البدر، عربي بدر هو اللي كمل، فمجموعه كبيره جدا جدا من الناشئين، وده كان مهم ان برضو ان موسيماني عايز يبص على كل الناس. هو طبعا في عناصر بالنسبه له خلاص الامور بالنسبه له محسومه، لكن خاصه يمكن الشوط الاولاني معظم طبعا هم الفريق الاول، الشوط الثاني كل الناشئين. الفكره اللي عايز اقف عندها بس عند احمد عبد القادر وكابتن شريف، يعني لازم يكون مهتم جدا جدا بالظبط. احنا انت بتتكلم حتى لو بتلعب في تمرينه بتلعب في تقسيمه، لازم يكون الاهتمام 100%، لازم يحط ضربه الجزاء داخل بكل جديه، يحطها يحرز هدف علشان بدل ما تتحسب لك اتحسبت عليك بالظبط. يعني انا في رايي ان هو، انا مره في المرات وانا صغير يا دوبك بس عملت كده خدت 7 في ال 18، كابتن انور سلامه غيرني في وسط المباراه، بتعلم من كده نوع من انواع الجديه. هو ممكن يكون عنده ثقه في نفسه عايز يحط جون بشكل كويس، مش دي اولويات النادي الاهلي يعني، دي مش من الاولويات. ولكن انا بتكلم كمان على ايه، انا في اول مباراه ليا في النادي الاهلي، وزي ما بتقول كده لازم تبقى الجديه هي الغلبه على ادائي، فانا جات لي ضربه جزاء لازم العبها بجديه، العبها بكل جديه، ما خدش الريسك، العبها بكل جديه، مركز، طلعت بره مفيش مشكله. لكن بالمنظر ده هتدي انطباع حتى لموسيماني، هتدي انطباع للناس انت مش جدي، او ممكن هيكون عليك علامات استفهام في مباراه صعبه، ممكن تعمل لي حاجه غير مسؤوله. ده انا بقول لاحمد عشان هو لعيب كويس، لازم اقول له الحاجات ديت، واحنا لازم نقول له الحاجات دي علشان لصالحه طبعا في الفتره اللي جايه. فعايز اقول انها اعتقد انها تجربه، يعني تجربه موسيماني بيقف على زي ما بقول على اللعيبه الصغيرين، بيقف على تكتيك معين، واللعيب برضو استفاد من التجربه دي مفيش شك. بقول لك حتى على مستوى التدريب، على مستوى الاحمال، لا يعني كان في جري كتير معظمه مش في صالح يعني خططي، او في صالح بتعمل جمله او، لكن على الاقل خدت جرعه بدنيه كويسه، على الاقل كمان وصلت، يمكن شفت اللعيبه على الاقل كمان شايفين موسيماني والمساعد بتاعه بيصوروا المباراه، وده مهم جدا انك تقف على الاخطاء دي، تقف على التكتيك معين، البوزيشن بتاع اللعيبه مهم جدا ان هم يشوفوه بعد المباراه. فزي ما بقول لك مش عايز جماهير الاهلي تقلق، ايه ده كان ماتش وحش، لا ده احنا لسه زي ما بقول لك دي وحده تدريبيه ليها زي ما عادل قال ليها اهداف معينه حاططها موسيماني، مش متوقعين ريتم مباراه رسميه. فرقه وصلت سيمي فاينال بتلعب طبعا كابتن ربيع ياسين كمان فكر وتنظيم بالظبط، بيلعب فرقه على المستوى الدفاعي يشتغلوا بشكل كويس. فانا عايز اقول كمان محمد محمود، يعني هم الجزء ده كمان كنت انا كابتن ده اللي كنت بتكلم فيه حضرتك، ان هو وارد جدا بتلعب بشكل تكتيكي مختلف. يعني ممكن جدا 3-4-3، ممكن يكون موسيماني في بعض الاحيان عايز يشوف مثلا كريم فؤاد كطرف يمين، فاحنا ممكن وارد جدا في موقف زي ده يكون بنلعب بثلاثه، يعني ممكن يكون ثلاثه في الخط الخلفي، ممكن يكون قدامهم 4 قدامهم 3، يعني التنوع طيب. كمان بص يا كابتن نجيبها تاني الكره دي، لا بعد اذنك ممكن تجيب لنا الكره دي تاني، هات لنا الكره اللي فاتت تاني بعد اذنك، ما هي برضه 3 يعني هي لا. الفكره ان هو دلوقتي بتتكلم على كريم فؤاد على كريم فؤاد، انه كريم فؤاد عنده ميول هجوميه فممكن جدا يكون في تعليمات ان مثلا دي حاله، انا بتكلم على الحاله دي يا كابتن هاني، في زياده عدديه يعني في الخط اللي ورا 3 وساقطين ورا، اصل دي من ضمن الحاجات اللي احنا عانينا منها السنه اللي فاتت، ان احنا بنبقى ساقطين ورا قوي، الثلاثه دول لو طلعوا قدام خطوتين كمان مع كريم فؤاد اللي هو المفروض كريم فؤاد برضه ايوه بالظبط يتحرك كده، يبقى زي ما حضرتك بتقول كده، ادي الثلاثه موجودين في 2-1 وفي واحد كمان يطلع الزقه اللي انت بتقول عليها ديت، متهيألي في الاثنين اللي ديفندر اذا كان العربي بدر، العربي بدر هو المفروض الخطوتين قدام، وبالتالي لما الخط الاثنين اللي قدام الثلاثه دول لما يضغطوا لقدام شويه بالتبعيه الثلاثه اللي ورا هيكون يعني هترحل شويه الخمسة متر. لكن انا بتكلم في نقطه ان وارد جدا، ويمكن الصوره اللي بعدها كانت بتدل ان ممكن وارد جدا ان كان في تعليمات مثلا لكريم فؤاد عايز تشتغل بشكل هجومي اكتر، يزيد في الحاله الهجوميه، وبالتالي ممكن في وقت من الاوقات نلعب نخلينا ثلاثه ورا
ونطير الباك اند. الشوط الاولاني كان محمد اشرف وكريم فؤاد، وممكن يكون شكل ده. المباريات الوديه دايما بيبقى ليها اهداف، وارد جدا يكون شكل تكتيكي. يا جماعه ممكن في فتره من الفترات نلعب بثلاثه ورا، نلعب 3-4-3، نقعد 10 دقائق ربع ساعه والماتش بيتصور، وبالتالي نشوف قدرنا نعملها بشكل كويس، ناقصنا ايه يعني في اللحظه ديت. بدا في شويه ضغط من قدام. الترحيل مهم جدا، لكن زي ما بقول لك، ودي كمان ظهرت في الجزئيه ديت، ان في ثلاثه في نص ثلاثه في الخط الامامي اللي عليه اللايت دوت، ده كريم فؤاد. كريم طيب انا هو خلي بالك احنا هنا ما بنلعبش ثلاثه بمعنى بنلعب ثلاثه بالظبط. هو الديفندر اللي هو ابو الخير نزل في العمق زي ما حمدي فتحي بيعمل، والسرد باكين، وبعد كده الباكين زي كريم ومحمد اشرف يطلعوا لقدام. دي في مواقف معينه في اللعب، في بناء الهجمه من تحت بيحصل الموقف عشان تطير الباكين.